اهلا بكم اعزائي المشاهدين في هذه الحلقه من برنامجكم كنوز بلدنا. اعزائي المشاهدين اصحابكم في هذه الحلقه الى محافظه سوهاج وبالتحديد الى مسجد سيدي العارف بالله بمدينه سوهاج والذي يعتبر من اهم المساجد الموجوده في محافظه سوهاج. يسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف معنا فضيلة الدكتور الشيخ محمد السيد إمام وخطيب مسجد سيدي العارف بالله بسوهاج. أهلا وسهلا بك معنا فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا بحضراتكم وكل عام وحضراتكم بخير وصحة وسعادة. فضيلة الدكتور، يمكن يعني هذا المسجد له يعني شقين، شق تاريخي وشق أثري، وأنه يقام به العديد من المناسبات الدينية الهامة، والمسجد الرئيسي الذي يقام فيه أيضا كل المناسبات اللي يحضرها كل القيادات وكل المسؤولين وكل أهل محافظة سوهاج. ادينا يعني فكرة في البداية عن هذا المكان وعن مسجد سيدي العارف ومن هو سيدي العارف بالله. بداية الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فها نحن الآن في مسجد سيدي العارف بالله بمدينة سوهاج، المسجد الأهم والأقدم في محافظة سوهاج، المسجد الرئيسي الذي تقام به الاحتفالات الدينية بمحافظة سوهاج، حيث يقام في هذا المسجد الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاحتفال بالعام الهجري وذكرى الإسراء والمعراج وتحويل القبلة، والاحتفال بليلة القدر. يأتي إلى هذا المسجد الطيب المبارك السيد الوزير محافظ سوهاج وكبار رجال المحافظة من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية. لهذا المسجد أهمية قصوى، حيث كما قلنا المسجد الأهم والأقدم في محافظة سوهاج، حيث تم بناء هذا المسجد في القرن الثامن الهجري، أعيد بناؤه سنة 1968، ثم تم تجديده أيضا 1998، وهو لسيدي العارف بالله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي تحدث عنه الجبرتي في تاريخه فقال: كان لسيد العارف بالله بسوهاج 600 فدان ينفق منها على الفقراء والمساكين والمحتاجين وطلاب العلم. فتاريخ سيد العارف بالله تاريخ كله كرم وجود، وأهل مصر جميعا يحبون ويعشقون أولياء الله الصالحين وآل بيت النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا له أثره في نفوس الشعب المصري، حيث بعد موقعة كربلاء وما حدث فيها لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أتت السيدة زينب إلى مصر. لماذا؟ لأنها تعلم أن مصر بطبعها تحب وتعشق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما حضرت السيدة زينب إلى مصر، خرج أهل مصر جميعا في استقبالها. فعند ذلك دعت دعوتها المشهورة وقالت السيدة زينب: يا أهل مصر، نصرتمونا نصركم الله، وآويتمونا آواكم الله، وأعنتمونا أعانكم الله، وجعل الله لكم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. ف
فيأتي الناس من جميع الجمهورية إلى مسجد سيدي العارف بالله، بل لا أبالغ إذا قلت أن لزوار مسجد سيدي العارف بالله ولمقام سيدي العارف بالله من جميع البلاد الإسلامية والشعوب العربية والبلدان الإفريقية يأتون للصلاة ولزيارة سيدي العارف بالله، وذلك تأسيا بقول النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن من عباد الله أناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء بمكانهم من الله. فقال الصحابة: من هم يا رسول الله؟ فقال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: هم قوم تحابوا بروح الله، لا على أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم تلا قول الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لمسجد سيدي العارف بالله دور ديني واجتماعي وثقافي، فمن الدور لمسجد سيدي العارف بالله أولا الدور الثقافي في نشر الفكر الوسطي الأزهري المعتدل. كيف ذلك؟ بداية يجب علينا أن نعلم أن الدين الإسلامي هو دين يجمع ولا يفرق، دين يوحد ولا يشتت، دين الرحمة والألفة والمودة والمحبة وحب الخير للناس جميعا، حيث يقول تعالى: وقولوا للناس حسنا. فمسجد سيدي العارف بالله منارة لنشر الفكر الوسطي الأزهري المعتدل، حيث يقول تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول تعالى أيضا: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ويقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. ويقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه أيضا: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فمن منطلق ذلك مسجد سيدي العارف بالله قلعة لنشر الفكر الوسطي الأزهري المعتدل، حيث ندعو الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى كما أمر الله وكما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. كذلك من دور مسجد سيدي العارف بالله الثقافي حيث يوجد مكتبة بها أمهات الكتب لنشر العلم في جميع المجالات، لا نقول في مكتبة مسجد العارف بالله كتب شرعية فقط، ولكن يوجد كتب شرعية، كتب لغوية في النحو والصرف والأدب والنصوص، كتب شرعية في جميع التخصصات، في التفسير، في الحديث، في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، توجد كتب في الهندسة، في الطب، في الكيمياء، في الفيزياء. فكما قلت لحضرتك أن مسجد سيدي العارف بالله منارة لنشر الفكر والثقافة في جميع المجالات. كذلك من دور المسجد هناك دور اجتماعي، فيوجد بمسجد سيدي العارف بالله جمعية مسجد سيدي العارف بالله، وذلك لطعام الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل. والنبي صلوات ربي وسلامه عليه يقول: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على امرئ مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا، ولأن أمشي مع أخي في حاجة له
أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. كذلك هناك دور طبي لمسجد سيد العارف بالله، فملحق بمسجد سيد العارف بالله المستوصف الخيري لعلاج الجميع، جميع المصريين بصرف النظر عن جنسه أو لونه أو معتقد، لعلاج جميع المصريين جميع الفقراء. هذا دوره الطبي. كذلك من دور مسجد سيدي العارف بالله، فهذا المسجد يأتي إليه الجمع الغفير من جميع الأماكن في صلاة الجمعة وفي كل الأوقات، وذلك لزيارة مقام سيد العارف بالله وللصلاة في مسجد سيد العارف بالله. الشيخ، يمكن في اهتمام ايضا من السيادة المحافظ ومن القيادات التنفيذية في سوهاج، لان الميدان بيتم تطويره بشكل مستمر وتم تطويره بشكل حضاري في هذه الفترة، بدلا من وجود ساحة دون ان يكون بها مقاعد او الطراز الاسلامي اللي هو يعني يسر الناظرين من زوار هذا المكان ومن زوار محافظة سوهاج عموما. يعني بداية يعني أغتنم يعني اللقاء مع حضرتك، أوجه كل الشكر والتقدير والاحترام والامتنان للقيادة السياسية ممثلة في السيد رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيد الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، السيد المحافظ طارق الفقي محافظ سوهاج، على اهتمامهم الجم بساحة مسجد سيد العارف بالله. في الحقيقة يعني دعني أخبركم عن شعور أهالي سوهاج. أهالي سوهاج في ابتهاج، في سعادة، يغمرهم السعادة بساحة مسجد سيد العارف بالله. يعني اعلموا أننا بفضل الله نصلي العيدين، عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك، في ساحة مسجد سيد العارف بالله. هذه الساحة تزين مدينة سوهاج. هذه الساحة يعني بصراحة كل من ينظر إليها يعني تسر الناظرين. يعني ساحة جميلة. طبعا اهتمام القيادة السياسية بساحة مسجد سيد العارف بالله، طبعا نقدم لهم كل الشكر، كل التقدير، كل احترام على هذا الاهتمام. طبعا كان في السابق هذه الساحة في الحقيقة مهملة للغاية. طبعا بعد تجديد هذه الساحة يعني بسم الله ما شاء الله نقوم بوضع أحيانا تسجيلات في الساحة، صلاة عيد الفطر، صلاة عيد الأضحى تقام في الساحة، يأتي جميع أهالي سوهاج للصلاة. يعني بسم الله ما شاء الله، يعني بجد حاجة تفرح، حاجة جميلة خالص أن يوجد عندنا في سوهاج ساحة، وكذلك الممشى السياحي
تأتينا هنا وفود من جميع الأقطار كما قلت لحضرتك، بصراحة يعني يستمتعون بجمال مسجد سيد العارف بالله وجمال ساحة مسجد سيد العارف بالله، الممشى، التجديد شمل الميدان شمل المسجد، مآذن المسجد، فشيء جميل يعني نوجه لهم يعني نيابة عن أهالي سوهاج جميعا، نوجه لجميع القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية خالص الشكر والتقدير والاحترام والامتنان على اهتمامهم بمسجد سيد العارف بالله وساحة مسجد سيد العارف بالله. نعم. فضيلة الدكتور، يمكن يعني أيضا الدروس التي تلقى في مسجد سيد العارف بالله والمقرأ، يمكن كنا من لحظات اليوم كان في مقرأة موجودة للسادة الأفاضل المشايخ عموما، فدينا فكرة عن المقرأة دي، إيه اللي بيتم فيها والدروس اللي بتتم هنا في مسجد سيد العارف بالله؟ بداية بناء على تعليمات الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، طبعا اهتمام بجميع جوانب المسجد من النواحي الدعوية والقرآنية. فمن جانب الدعوي خصصت وزارة الأوقاف في شهر رمضان درسين أو ثلاثة دروس عقب صلاة الظهر للسيدات، عقب صلاة العصر في المسجد للجميع، وفي التراويح بإذن الله هناك درس. كذلك من فضل الله سبحانه وتعالى في مسجد سيد العارف بالله أن يوجد عندنا مقرأة للسادة الجمهور لتعليم الجمهور أحكام تلاوة القرآن الكريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فمسجد سيد العارف بالله طبعا حضرتك كما قلت اهتمت وزارة الأوقاف بتعليم الجميع القرآن الكريم، أولا مقرأة الجمهور دي حضرتك كل يوم بعد صلاة العصر في رمضان وغير رمضان، كل يوم جمعة بعد صلاة العصر يأتي إلينا جمهور المسجد لتعليمهم أحكام تلاوة القرآن الكريم. كذلك توجد عندنا مقرأة للسادة الأئمة لتصحيح النطق للسادة الأئمة. كذلك عندنا البرنامج الصيفي التثقيفي للطفل لتحفيظ أطفالنا القرآن الكريم، لتوجيههم التوجيه الصحيح، لحماية أطفالنا من الفكر التكفيري المتطرف، نعلمهم الفكر المعتدل الأزهري الوسطي، نحببهم في دين الله، نعلمهم كيف تكون الطاعة مع الله، نحببهم في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي آل بيت سيدنا رسول الله، حيث قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أدبوا أولادكم على ثلاثة خصال، على حب نبيكم وعلى حب آل بيته وعلى حب القرآن الكريم. نعم الشيخ، يمكن المكتبة أيضا لها زوار من نقول الطبقات المثقفة ومن الباحثين ومن الطلاب بشكل عام، فدينا فكرة عن المكتبة وعدد الكتب تقريبا الموجود داخل هذه المكتبة. بداية بحق المكتبة هي منارة يعني لمحافظة سوهاج بالكامل لنشر العلم النافع. هذه المكتبة يأتي إليها الباحثين من جميع الكليات، طبعا تفتح أبوابها للجميع، أهم حاجة نشر العلم النافع، يأتي إليها الناس للجميع بصرف النظر عن الذي يأتي إلينا جنسه معتقد، هذه أمور لا نهتم بها، نهتم فقط بنشر العلم والعلم النافع لجميع أبنائنا المصريين في كل مكان. طبعا تأتي إليها الوفود، طلاب الكليات، طلاب المعاهد في المراحل الثانوية، بل هناك مثلا من رواد المسجد من يخصص من وقته بعض الوقت عقب صلاة الظهر أو العصر لزيارة المكتبة لقراءة بعض الكتب. كما قلت حضرتك أن المكتبة بحق يعني حاجة تفرح، يعني اهتمت يعني بها وزارة الأوقاف، أمدتنا بكتب يعني ثمينة جدا ما شاء الله للغاية، بها الجانب الدعوي والجانب يعني اللغوي في النحو والصرف، جانب الشرعي من كتب التفسير والحديث على أكثر من مفسر، التفسير الرازي، تفسير ابن كثير، يعني
في الطب، فيأتي مثلا بها أمهات الكتب في الطب، في الهندسة يأتي إليها من جميع الكليات، مثلا ما يوجد كليات من كليات محافظة سوهاج في جامعة جنوب الوادي. فبفضل الله سبحانه وتعالى يعني هذه المكتبة هي شرف، بل هي منارة للعلم لجميع أهالي سوهاج. يعني عندما يأتون هنا ويجدون أن هذه المكتبة بهذا الحجم في مسجد سيد عارف بالله، فهذا فضل من الله علينا ومن كرمه ومن جوده علينا. نعم، احنا في نهاية لقائنا بنشكر شكرا جزيلا فضيلة الدكتور الشيخ محمد السيد إمام وخطيب مسجد سيد العارف بالله بمحافظة سوهاج، شكرا جزيلا لحضرتك. كل الشكر والتقدير والاحترام لحضراتكم، أهلا بكم، شرفتونا ونورتونا في مسجد سيد العارف بالله بمدينة سوهاج، وكل عام وحضراتكم بخير، ونسأل الله أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء. أعزائي المشاهدين، وفي نهاية هذه الحلقة نشكركم على وعد منا بحلقات أخرى وبرنامجكم كنوز بلدنا.